ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت الطرق المؤدية إلى تويما تحديدا عند المدار الطرقية على مستوى ساحة الشبيبة والرياضة وسط مدينة الناظور حادثا مفجعا بعد أن دهست شاحنة ضخمة يافع قاصر من الحراقة. ووفق المعلومات حصرية من المصادر فإن الضحية كان برفقة زملائه يتشبثون بهيكل شاحنة خاصة بالنقل الدولي بغرض الوصول إلى ميناء بني النصار قبل أن يسقط بشكل مباغت وسط الطريق، حيث كانت شاحنة مماثلة على بعد مسافة قصيرة مما عرض إحدى يديه وجزء من ساقه للدهس تحت إطارات العجلات المطاطية. هذا واستدعت الواقعة حضور عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان بعد إخطارها بالحادث، حيث تم نقل الضحية للمستشفى الإقليمي بالناظور بواسطة عربتها بغية تلقي العلاجات اللازمة. ووفق ما صرح به شهود عيان فقد حالت العناية الإلهية دون حدوث فاجعة، بحيث نجا القاصر المعني من الدهس لكامل جسده بعد سقوطه من الشاحنة، إلا أن إصابته بليغة وخطيرة أفقدته يده وساقه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.